واخرتها تغريد. يا بنتي انا سبتك براحتك، قلت يمكن تروقي، لكن كده كتير. تغريد يا حبيبتي، بلاش تخلي عذابي عذابين. انتي اللي بتقولي كده يا ماما؟ في جواز بالغصب والاكراه؟ نعمل ايه اكتر من اللي احنا عملناه؟ أنا بنتكم، حرام عليكم تبيعوني. أنا وأبوكي ما بعناش يا تغريد، أخوكي وأختك كسروا ظهرنا، واللي بعنا إحنا التلاتة يا حبيبتي الزمن اللي جرى علينا، صاحب البيت، العقد العزم ان هو يطردنا ويخلينا فرجة في المنطقة كلها، واكتر من كده يحاربونا في رزقنا، لقمة العيش بيخطفوها من بقنا. عارفة يا تغريد، انا مش هممني اي حاجة، إذا كان على التعب إحنا ياما تعبنا، وإذا كان على الشقة محدش شقي الشقة اللي إحنا شقناها. أنا اللي فارق معايا الرعب اللي ساكن جوايا ووجع قلبي، خايفة على أبوكي صدره طالع نازل زي ما يكون قلبه عايز يفط منه، خايفة إذا غريت، خايفة يطب ساكت، وأنا أبوكي بنسأل اللي خلقنا حسن الختام، بس نعمل ايه يا بنتي؟ الموجة عالية علينا قوي قوي، واحنا لا بنعرف نعوم ولا حتى نضبش. خلاص يا ماما، اللي انتي وابويا انتوا سلامتكوا عندي بالدنيا، والله العظيم انا الموت عندي اهون من ان اشوفكم مكسورين والعم خانقكم. بعدين هو حد عارف الجوازه اللي بتصيب من الجوازه اللي بتخيب؟ ما هو الجواز عامل زي البطيخ، لازم يتشق بالسكينه عشان يتعرف اذا كان حلو ولا ماسخ. مين اللي حجدنا السعادي؟ خليك انا هقوم اشوف. السلام عليكم، ازيك يا عروس؟ اهلا. ازيك يا حماتي؟ اهلا وسهلا يا ابني، هم قاعدين فوق. اطلع يا ابني البيت بيتك، انت مش غريب. بسم الله. يلا يا بنتي عشان نطلع. زباين انت يا ماما وانا حصلك. ساتر عليكو، ايه عاملين في نفسكوا كده ليه؟ دي جوازة مش جنازة. عايزين نعمل ايه يا نوارة؟ نرقص ولا نغني؟ نفرح ننبسط. تغريد وخلاص عرفت مصلحتها وحس انها وافقت على الجوازة، يبقى خلاص ملوش لازمة النكد اللي احنا قاعدين فيه ده دلوقت، ولا ايه يا شيخ معتمد؟ قبل ما تسألي معتمد اسأل ابوك الاول، ولا انت عايزة تعملي فرح كداب؟
أصل الكذب لا ينفع في الفرح ولا في الحزن، بيبقى مفضوح، وإحنا مش ناقصين فضايح كده. ولا أنا كلامي غلط يا شيخ معتمد؟ لا، كلام حضرتك مظبوط وسليم، محدش يقدر يقول فيه أي حاجة. لكن طالما أن القبول والرضا قد حصل والمناسبة سعيدة، فيجب علينا أن نتعامل مع هذه المناسبة بما يتناسب معها. أنت بتفتي على هواك يا جوز أختي؟ القبول والرضا اللي أنت بتتكلم عنهم دول حصلوا بالإكراه وبلوي الدراع، وياريت على لوي الدراع وبس. تلفتوا الحبل حوالين رقبتنا وشدته بكل قوتكم. يعني ايه الكلام ده يا تغريد؟ هو انت رجعتي في كلامك ولا ايه؟ ولا ماما قالت كلام غير الكلام؟ انا ما رجعتش في كلامي يا نوارة. وهتجوز العريس بتاعكم بس بشروطي. سهلة سهلة والحمد لله، وان شاء الله ان شاء الله كل هذه الشروط ستكون محل استجابة. شروطي المهم فيها لازم اقولها للراجل اللي هيبقى جوزي. مني ليه عدل؟ منك ليه ده ايه؟ هو الشيخ معتمد مش قد المهمه دي يا تغريد؟ قد بقى ولا مش قد؟ هو معتمد هيبقى معايا انا والعريس ليله الدخلة عشان يقول على شروطي؟ انا اللي عايزه اقوله، وهو بالمره اشوفه واتكلم معاه ويبقى في معرفه قبل الجواز. صراحه البنت عندها حق. حق ايه بس ياما؟ مش جايز تفرض عليه شروط تخليه يعدل عن الجوازه دي؟ يبقى خير وبركه. وحدوا الله يا جماعه. لا إله إلا الله. إحنا إن شاء الله لازم نسعى في الخير. تغريد يا بنت الأصول. سمعك يا معتمد. شيخ معتمد يا تغريد، عيب كده، خلي عندك دم. ده جزاته إنه عايز يسطرك؟ يا أم عتبة طولي بالك شوية. خلاص يا عروسة، أنت عندك شروط عاوزة تقوليها للعريس منك له. إيه هي بقى الشروط التانية اللي مش مهمة في نظرك؟ مش عاوزة فرح. عندك حق. ولو اتجوزت لا انت ولا مراتك تخشوا لي بيت. براحتك، بس احنا يا اختي بيتنا هيكون مفتوح لك، وجايز بعد الهنا والعز اللي هتشوفيه تغيري رايك في حاجه تانية يا تغريد. امال قبل ما الجواز يتم لازم ابويا وامي يكون عندهم سكن تاني بعيد عن هنا. انت عماله تبني في حيطه بالطوب والاسمنت عشان تعملي اللي في دماغك. بلاش الشرط ده، خليه بعد الجواز مش قبله. قبل الجواز يا نوارة، عشان احفظ لابوك يومك كرامتهم، بدل الناس ما ياكلوا وشهم ويقولوا شوفوا اللي فسخ خطوبة بنتهم عشان يجوزوها راجل كبير وغني. لله الامر من قبل ومن بعد. يلا يا ام عتبة، جهزي نفسك وجهزي الولد عشان نسيب اهلك يرتاحوا، وانا عن نفسي هبلغ الشيخ عتبة برغبة العروس، والتوفيق من عند الله عز وجل. السلام عليكم. يلا يا روز. أقولك إيه يا بنتي؟ الهم اللي نزل علينا اتلم كله واتحط على دماغك أنت يا غلبانة. أنا مش غلبانة يا ماما، مش عايزة حد يواسيني ولا يحسن عليا. أنا مش أول البنات اللي تظلم ولا آخرهم. كل حكاية بس ما ترجعي عليا المرة دي. السلطان كان له كل يوم عروسة جديدة، يقتلها قبل ما تشرق شمس النهار. خلي أملك في ربنا كبير، محدش عارف شمس بكرة هتطل علينا بإيه. عارفة يا ماما، أنا مش زعلانة من نور،
والله العظيم ما زعلانة منها. مستحيلها زي حالي ويمكن أوحش. أنا عارفة إنها لازم تسمع كلام جوزها. في إيديها عيل وفي بطنها عيل. عايزة تعيش. بس اللي زعلانة منه بجد وعمري ما هسامحه أبدا عاطف عشان اتخلى عني وأنا اللي كنت مسنود عليه. كلنا يا بنتي كنا مسنودين على أخوك عاطف وإحنا لينا مين غيره. بس نعمل إيه إذا كان بعنا قبل ما يبيعك وبين عليه باع نفسه؟ تغريد رسيني يا بنتي ناوي علي. إذا كنت عايزة تقولي لأ قولي، مش هنشوف غير اللي مكتوب لنا. خلاص يا ماما أحمد نشي. أنا عارفة أنه مش هيرجع تاني. عارفة ليه؟ بني آدم بجد عنده كرامة وعزة نفس. أنا هتجوز يا ماما بس مش لحساب نوارة ومعتمد. أنا هتجوز لحساب أهلي ولحساب نفسي والله بقى عاجبهم على كده أهلا وسهلا. البيع كسبانة ولا خسرانة محدش عارف النص. اهدى كله اهدى كله. فرحة راقصة تنطلق بسرعة الصاروخ. انت كتبت الكلام ده ازاي يا روح امك؟ ايه يا حاجة؟ انت مش ناوية تجيبيها لبره ولا ايه؟ اه يا واطي دلوقتي بقيت حاجة. على كل حال يا ابن بتاع البسبوسة لازم تعرف ان اللي طلع البغل المدنة هو بس اللي يعرف ينزله. فيها مدام الواحد يعني حرام يهزر معاكي شوية. هزار عن هزار يفرق يلا. وبعدين تطلع مين بسلامتها؟ عامل لها ده كله ببلاش؟ لو دي الصاروخ امال منى السعيد تبقى ايه؟ دي تنسيها خالص. دي بالنسبة لك بسرياية. انا عايزك تركزي مع القروس الدنيس السمك الكبير اللي انت هتقطعيه ترنشات براحتك يا استاذه. ما تقوليش الصور طبعتها ودي حاجه تاخرها عليا وانت اديتيني فرصه. الصور دي لازم تدرس وتتفحص بس بعيد عن عينين الناس. دي ممكن تكون مكالمه خاصه يا استاذه. ما أنا عارفة إنها خاصة عشان كده عاوزة أرد. ألو؟ أيوة مجلد زهرة الربيع. الأستاذ عاطف ربيع؟ أيوة موجود. بس أنا مش هسألك أنتي مين عشان عرفتك من صوتك النعسان. على فكرة صورتك على الغلاف تجنن. إزيك يا أنسة فرحة؟ أنتي مش فرحة الرقاصة؟ رقصة مين يا وليه أنتي؟ انت اتجننتي يا بنت ولا ايه؟ انت ما تعرفيش انت بتكلمي مين؟ ايه الصفاله وقله الادب دي؟ صحيح انك خد شوف الشرشوحه بنت الشرشوحه دي تطلع مين وقولي عشان حطين عيشتها وعيشه اللي جابوها واللي يعرفوها بنت الكلب. الو ايوه انا عاطف ربيع. ازيك يا نواره؟ عامله انت وجوزك؟ معلش حصل سوء تفاهم. اللي كانت بتكلمك دي مديرتي في الشغل. تطلع مين نوره دي؟ ثانية واحدة نوره. دي اختي اللي كانت في السعودية ورجعت. اه عشان كده ضايقتها قوي كلمة رقاصة. شوفها عاوزة ايه. الو يا نوره والله مشاغلي كتير. حاضر. يا ستي حتى لو مش موضوع مهم انت وحشاني اصلا. اجيلكوا فين؟ طيب
اديني رقم السويت. حاضر يا نوارة، مش هنسى. مع السلامة. أختك قاعدة في سويت وشرشوحة؟ وبعدين بقى؟ مفيش في مصر كلها فندق مستواه يقدر يوصل لمستوانا، وخاصة الملهى الليلي بتاعنا. وأظن أنت عارف يا مستر شوشة، إحنا بنستعين بكبار الفنانين والفنانات. ما إحنا كمان كبار، شوشة طلع المجلة. فرحة راقصة تنطلق بسرعة الصاروخ. النسخة دي عشان حضرتك. جميل، جميل جدا. أمال إحنا عاوزينك ليه؟ طب اقرا المكتوب عني. هقرا على مهلي، المجلة معايا، لكن دلوقتي عايزين نتفق. نتفق هواي نوت. 500 جنيه في الليلة، أنتي والفرقة الموسيقية بتاعتك. كده ما ينفعش يا خالد بيه، وعلى رأي المثل، اطبخ يا جارية كلف يا سيدي، أنا عشان أرقص الرقص اللي يناسب الفندق الألاجة ده، لازم تكون الفرقة اللي معايا 100 100، ودي تكلفتها غالية، ده غير الألحان الجديدة وبدل الرقص. النجاح مسؤولية، مش عايزة أقول لك. لا، أنا في الحقيقة محتاج إنك تقولي لي. أنتوا مش شغلتوا رقصات قبل كده؟ طبعًا أكيد. اسمهم إيه؟ كل المشاهير. نجوى، فيفي، منى، كلهم نجوم. طيب لما بقى نجمه بقى يبقى كلمني. على فكره يا انسه فرحه، اللي بتعمليه ده مش اصول. يكون في علمك يا خالد بيه، انا نجمه في المكان اللي انا بشتغل فيه دلوقتي، وما عنديش استعداد ارقص في مكان تاني وانا نص نجمه. خلاص يا انسه فرحه، اعتبري انك ما سمعتيش اي حاجه ونبتدي من الاول. استبينا. طلباتك قول انت. 800 جنيه زيك زي. انا مش عايزه اكون زي حد، ودي اول حاجه. هو في ايه تاني هنتفق عليه؟ ليا اوضه طول مده العقد. الاوضه دي عايزه موافقه المدير العام شخصيا. خلاص اعرض الامر عليه. ربيع عطف جاي يصالحك. وبعدين ده الله، ده انتوا مالكمش غير بعض، ولا والبنتين مالناش غيركم. مبروك يا ابني. عقبال كده يا رب، بشوفك ومدود وانت معاكي شهادات كبيره. مبروك يا عاطف. الله يبارك فيك. ما اصل نوره بتقعد تحت الدش 24 ساعه. وانت زعلانه ليه غير على النظافه؟ شايف دلع بناتك يا ابو عاطف؟ قاعد كده ليه يا ربيع؟ قاعد والسلام. هو القعاد هيكون ايه غير كده يعني؟ امال انت لابسه ليه كده يا سميحه؟ هو ده لبسي بتاع كل يوم. انت مش هتخرجي مع بنتك تحضري المقابله دي؟ هي مش عايزه. وليه مش عايزه؟ سألتها ما ردتش عليا. اسأل أنت يمكن تقولك. مش هتاخد أمك معاك تحضر المقابلة دي يا تغريد؟ مش عاوزة أتعبها، بعدين الموضوع بقى يخصني انا لوحدي. يا بنتي احنا خايفين عليكي. انا اللي بقيت خايفه عليكي يا ماما. وبعدين انا سمعت كلامكم طول السنين اللي فاتت دي لغايه امبارح. اظن من حقي ان اسمع كلام نفسي. ان شاء الله مش هتاخر. وبرضه هسمع كلامك. هروح بتاكسي وارجع بتاكسي. خلي بالك من نفسك. ربنا يسترها عليكي. مالك يا ربيع؟ الحمامة البيضة اللي كانت عايشة معانا طارت يا سميحة، والخوف عليها لتبقى طير جارح.
الساعة دي اللي هي القيامة. مش بالقوي كده يا معتيم يا اخويا، دور لنا في قنوات تشوف لنا فيلم ولا حاجة، ولا احنا هنفضل نتفرج على برامج دينية وبس. سبحان الله يا نوار، الراجل ده عنده قبول غير عادي. طب يعني ايه قربت الساعة؟ يعني لأن رسول الله جاء والساعة زي ما قال أنا والساعة كهاتين بان الآن. أيوة إذا ما نجيت ما فيش إلا الساعة بعد. طيب أهلا يا عاطف. إيه ده؟ معتمد؟ أنا عندي فكرة إنك بقيت شيخ، بس معرفش إنك بقيت شيخ واعر قوي كده. سبحان الله، زي ما أنت ما تغيرتش، ربنا يهديك. اتفضل. أمال فين نوارة؟ نوارة؟ عاطف يا دنيا يا دنيا حبيبي أخويا، وحشتني وحشتني قوي يا أخويا. أنت كمان. ما فيهاش حاجة دي يا شيخ معتمد، ها؟ دي أختي، ما فيهاش حاجة لا عيب ولا حرام. تسلم لي يا أخويا. ليه؟ إيه ده؟ ابنك؟ أمال هكون سالفاه يعني يا عاطف؟ تعالى يا عقبة سلم على خالك. تعالى تعالى، ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا عقبة. إن شاء الله هذا الشبل يكون من ذاك الأسد. أنا بقول تهدى كده يا أخ عاطف، عشان عاوزينك في أمر هام جدا. يا روزة! روزة تعالي دخلي عقبة جوه. الله، كلامك والله زين. صدقيني لما اقول لك اني مرتاح لك مره، اوعي تحسبيني شايب. لا، انا صحيح كبير في السن لكن قلبي شباب، وباذن الله اني قادر احميكي واسعدك انت واهلك. انت جالسه وياي من نصف ساعه، يعني من 30 دقيقه، لكن والله اكن اعرفك من 30 سنه. ياه 30 سنه؟ ده انت على كده بقى تعرفني من قبل ما ابويا وامي يتجوزوا. والله خفيفه الظل يا شيخه، خفيفه الظل وسكر. احنا مش هنفضل نعيد ونزيد في الكلام، ولا ايه يا معتمد؟ معتمد ملوش دعوه بالموضوع ده يا عاطف، ده حتى كان محرج يتكلم فيه. محرج يتكلم دلوقتي وهو مهندس الجوازه كلها؟ وبعدين قلت انها موافقه بشروط، يبقى الكره دلوقتي في ملعبكم، نفذوا الشروط ويبقى خلصنا. اختك اللي تتشك في قلبها، اللي كنت فاكراها عربه طلعت حيه منقطه راسها والف سيف، ان ابوك وامك لازم يسيبوا الحته كلها. عندها حق، الحته دلوقتي لا تناسب لا بابا ولا ماما ولا احنا كلنا. عداك العيب. وزي ما عرفت يا عاطف ان صاحب البيت راسه والف سيف ان يطردهم منه، يبقى ابوك وامك يلزمهم سكن جديد، والعريس الجديد يجيب شقه هديه لحماه، يبقى مش ناقص غير الفرش. سهله، تتقسم بينكم انتوا الثلاثه. احنا الثلاثه مين يا شيخ معتمد؟ حضرتك ونواره والانسه تغريد، وكله بشرع الله. وعلى حسب شرع الله انا النص وهما الاثنين النص الثاني. حبذا يا حبذا في عين اهلك، دي مش تركه هتتوزع. بقول لك ايه، يا تظبط المشيخه اللي انت لابسها دي تخش تحلق دقنك وتتكلم عوج زي زمان، وفي الحاله دي اقدر اعدلك. سبحان الله، على راي المثل نهيتك ما انتهيت والطابع في. اخرس يا راجل يا ناقص، لحسن عليا الحرام من دين اربيك من الشباك. جرى ايه؟ جرالكم ايه؟ السنين اللي فاتت دي كلها ولسه مش قادرين تصفوا لبعض؟ خلاص يا عاطف قسمها انت براحتك وبلاش كده. المساله مش مساله شقه وفرش، دي فلوس شهرية لازم نتفق على حصة كل واحد فينا. انت جيت يا ولا يا رجب؟ لا رئيسة الصراحة لسه ما جيتش. جاتك مصيبة، انت عارف عامل زي ايه؟ بتستحلب وتتدحلب وبتهرب من مراتك كأننا متجوزين بجد يا ولا. خالص والله يا رئيسة، مش القصد، انا حتى كنت قاعد بره على باب المخزن. يا راجل طب روح بقى ولع النور بتاع المخزن كله كله كله. ايوه يا اخي انت مالك، انا اللي بدفع الكهرباء، روح نور النور. امرك. اللهم صل على النبي. ايوه كده، البت الصحفيه كلامها موزون وعين العقل يا رجب. ايه رايك في النور يا ولا؟ النور حلو،
النور حلو وجميل برضو يا ريسة. النور بيبقى أحلى وأحلى ما يبقى في الحق مش في الباطل. إيه رأيك يا ولا؟ والله بعد رأيك مفيش رأي تاني. يعني موافق. يا ريسة المكسب مضمون والخسارة مش هتأذي حد لا قدر الله لو حصلت. ده لو كسبنا. يا ريسة انتي كسبانة كسبانة إن شاء الله. في حد يبقى عايز يعمر خرابة وما يبقاش كسبان. قول يا رب. يا رب. عارف يا ولا يا رجب، نفسي اشوفك باشا قد الدنيا كده ومالي مركزك، والناس ترجع تندهلك باسمك الطبيعي عادل، وتعيش حياتك اللي انت ما عشتهاش، وهطلقك يا جزمة. وهجيب لك بنت سنيورة صغيرة كده على قدك تتجوزها، اجوزك وافرح بيك. نفسي اربي لك ولادك يا رجب. الله، ده حلم جميل قوي يا ريسة. بس حلم وماله، ما لازم نحلم. بس الغتاتة بقى انك تكون بتحلم حلم حلو قوي ويخش عليك حد غتت يصحيك منه. بس ان شاء الله الحلم ده هيتحقق يا رجب. عارفة ريسة؟ ايه؟ لا مؤاخذة يعني، انت لو كنت اخف من كده شوية أه. ها؟ كنت خدتك على دراعي ولفتك اللفة بتاعت السيمة ورحت واخدك شقلباز وجايبك على دراعي التاني. شقلبوك ما قمتش ولا تعادلت. ما انا خفيفة يا ولا وزي الفراشة اخف منك. والرأس يا اخويا واللف والدوران ده ياما عملته. الصلاة على النبي. كان زمان بس السابقة للنبأ. وبما انك بقى كده مزفلط ومحفلط ودهلي بنزين وفازلين، شكلك كده رايح تتصرمح يا رجب. بنزين ايه وفازلين ايه يا ريسة؟ ايه الكلام ده؟ وعزة الله صرمحة بريئة. غاية ما هناك بس هروح اقعد مع الرمم شوية على القهوة وبعد كده هخش السيمة. ولا اوعى. احترم نفسك. كبيرة يا قمر. انت حر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا واد ما تخليك قاعد معايا النهاردة. ايه يا ريسة شغل اللي متجوزين ده؟ الله، خليك معايا واقعد معايا وبتوحشني. وفي ايه؟ خلاص ايه ماسورة وضربت في بقك ما تقعدش. وبما انك بقى راجع وش الصبح بعد السرمحه دي، تعدي على الجرنون تروح للبنت الصحفيه تقول لها ان انا عاوزاها وان انا خلاص هنفذ. ماشي. السلام عليكم يا اصيله ابو القمصان. سلام يا حبيبي رجب. خلي بالك من نفسك يا ولد. كله على الله. ولاد الايه؟ نسوان، انما ايه؟ زي ما يكونوا كانوا مستنيينها فرصه عشان يطلعوا الكبت اللي جواهم. شكله على السرير ايه؟ تحفه. ادي اللي انت فالح فيه. انا عملت اللي عليا. شوفي بقى انت هتعملي ايه؟ دول عاملين زي قفص الطماطم اللي عاوز فرز. لازم نرمي المفعصه والمضروبه واللي صابها العفن. احنا عاوزين التقال قوي. انت هتاخدي منهم فلوس ازاي؟ شغل مخك. لا انا شاغل مخي في اي حاجه تخطر على بالك الا دي. الخطوه اللي جايه صعبه عليا. مستحيل. انت مش هتعمل حاجه. امال مين اللي هيعمل؟ واحد معرفه قديمه، صحفي من قبرص. المهم تكوني ماليه ايدك منه. طبعا ماليه ايدي، ما هو من النوع بتاعك. بس قبرصي وبيقبض كمان. بس انا افضل بعيد، ماليش دعوه. عاوز اقول لك حاجه، ملك الغابة مش هو الأسد. ملك الغابة يا حبيب قلبي هو اللي بيصطاد الأسد. والجورنال اللي أنا بحلم بيه هعمله. اطفي النور بقى عشان ورانا شغل كتير. Thank you.
يا بنت العيب البنت دي مش معقولة. أفكار وناس عايشة في بلع محارة نختار المهار يا ملهاش في الدلع يا ملهاش في الدلع بتغني للأفكار وناس عايشة في بلع محارة نختار المهار لو قالها جيت فادي الدلع الحاج لو قالها جيت يقلب على طول يزن يقلب على طول يزن ويخلي اللي يدور ويخلي يدلع نفسه كله يدلع اتفقت مع التاكسي ووصلك في سكتي. لا يا حبيبتي انا قاعده شويه يا دوبك خلصت السيجاره بتاعتي. يبقى خلي بالك وانت خارجه. ها ماشي عشان الجو بره ساقع قوي. ما تقلقيش. صباح على خير يا كروانه. انت من اهل الخير. الشغل مش عاجبك بلاش منه. انتي تقعدي في البيت وانتي ست الستات واي حاجه في الدنيا تكون عندك من قبل ما تطلبيها. بس والنبي بلاش عياط والنبي. اوعي تقولي كده تاني. اوعي تقولي ما فيش شغل. انا لا عايزه ابقى ست الستات ولا ست الملوك يا ستي. انا عايزه الشغل. انا ما اقدرش ابعد عن الناس وهي فرحانه وما اقدرش ما يبقاش في شغل. وانا كنت احلم أحلم مبسوطة أشوف نزالي شفتها الليلة دي. أنا بقيت خمس نجوم. أول مرة في حياتي أشوف الناس بتسمعني وهي بتسلط. ربنا يباركك ربنا يباركك ويسترك زي ما سترتيني. وقت الستر نفسه راح يخلق بيا. هدوم العز يا اغلى فرخ في المنطقه. بس احنا عاوزين نفرح معاك. وايه المناسبه بقى يا معلم فاكر؟ من غير مناسبه. الله، هو يا جدعان عيب ان الواحد يفرح من غير مناسبه؟ لا مش عيب. خلاص هي كده. انا فرحان من غير مناسبه وعايز افرحكم معايا برضو من غير مناسبه. من غير مناسبه من غير مناسبه ولا حلبه ولا. ايوه يا عمنا، اوعى تفوت حد ياض ما يشربش. لو واحد ما شربش هدلو على وشك ميه سخنه. يلا يا ولاد اللذينه يا مصري. يبسط يا عم، عمك رجب الفرخ بيمس عليك بازازه بيره. اشرب واستمخ. Thank you.
مين اللي عمل فيك كده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ما شفتوش، ما شفتوش غيري يا زلمه، ما عرفوش غيري. في ايه؟ في ايه؟ رجب؟ في ايه؟ كل اللي طلعوني قدامي غلبتهم يا رئيسة، بس اللي غلبني جايلي من ورا ظهري. لا لا يا